تشكل كنيسة مار نيقولا في بيت جالا بفلسطين مكانا دينيا هاما في المنطقة لوجود مغارة القديس نيقولا القديمة أسفل الكنيسة، حيث تعد هذه الكنيسة من بين أقدم الكنائس الموجودة في بيت لحم، ويؤمها الزوار من كافة المحافظات الفلسطينية والعالم الخارجي. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. كنيسة مار نيقولا التي تشكل معلماً دينياً مميزاً في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، تمتاز بقبابها المذهبة العالية والتي تقع بمركز المدينة، وهي كنيسة حديثة نسبياً إذا ما قورنت بعمر الكنيسة الصغيرة الموجودة تحتها، وهي تعد من أقدم الكنائس الموجودة في المحافظة، وبالتحديد أقدم كنيسة بعد كنيسة المهد في بيت لحم والرعاة في بيت صحور بمحافظة بيت لحم. تحت هذه الكنيسة يوجد مغارة قديمة جداً تعود للقرن الرابع الميلادي، ويروي التقليد بأنه عند قدوم القديس نيقولاوس للحج في الأراضي المقدسة قد سكن هنا في هذه المغارة لقربها من مغارة المهدي في بيت لحم. هذه الكنيسة تحمل اسم القديس نيقولاوس حامي البلد وشفيع المدينة. هذه الكنيسة الحالية الموجودة مبنية على أثار وأنقاب كنيسة عظيمة جدا بنيت في بداية القرن الخامس الميلادي، وهي كنيسة كانت تضم عدة مرافق، أي كانت أحد مرافق الدير حتى كانت في ذاك الوقت، الدير الذي كان يسمى قديس جوارجيوس. هذا الدير كان يحتوي كنيستين، الكنيسة التاريخية التي موجودة حاليا في الأسفل باسم قديس جوارجيوس مع المغارة القديس نيقولاوس، وكنيسة أخرى للقديس جوارجيوس، لكن بسبب التاريخ الذي حضره المسيحيين في الشرق الأوسط في سنة 614 ميلادي كانت مدمرة من قبل الفرس، حتى أعادوا بناءها المسيحيين أجداد هذه البلدة بيت جالا في بداية القرن السادس عشر، عندما أتوا لاجئين إلى أنقاب هذه الدير ووجدوا مغارة القديس نيقولاوس، وبنيت عليها كنيسة صغيرة سميت باسم القديس نيقولاوس. قدامنا إيقونة القديس نيقولاوس زي ما حتى شايفين مكتوب عليها أب بيت جالا، القديس نيقولاوس صانع العجائب. هاي الإيقونة هي حياة القديس نيقولاوس في بيت جالا من يوم ما زار الأراضي المقدسة فلسطين وزار مكان ولادة الرب يسوع المسيح، ساجدا على ركبيه متنسكا في المغارة التي أسفل هذه الكنيسة في بيت جالا، وحدوث الكثير من العجائب وبشهادات حية من سكانها، ففي أكثر من حادثة يشهدون له بأن هذا القديس قد قام بعجائب ومعجزات، منها شفاء الأمراض المستعصية، وكذلك حمى البلد من اعتداءات أثناء الحروب. من أحد العجائب العظيمة في ميت جالا في كنيسة القديس نيقولاوس حدثت سنة 1948 لما الصهاينة اليهود احتلوا فلسطين التاريخية، وقفوا على أطلال بيت جالا بسبب المقاومة الفلسطينية والمقاومة العربية اللي كانت موجودة في هذه المدينة. طبعا بعد انتهاء الحرب 48 أهل البلد خرجوا إلى الشوارع متهللين باعتبار انتصروا أو أوقفوا الزحف الصهيوني إلى بيت جالا. بعض الشهود عيان قالوا إنه كان القديس نيقولاوس يحارب معنا وكان يساعدنا، فهذه الشهود كثيرة كانت من مدينة بيت جالا، من مسيحيين بيت جالا، من لاجئين فلسطينيين من بيت جالا، مسلمين وغيرهم، لكن كان في عنا شاهد عيان لهذا الحدث وهو شخصية مرموقة في تاريخ فلسطين. كان في كاهن اسمه يعقوب بن تتريتي
كاهن كاثوليكي موجود في الكنيسة الكاثوليكية مقابل كنيسة مار نيكولا في الدير، شاهد أنه على حيط أو على ظهر الكنيسة شخصية منيرة تقع عليها القنابل أو تلتقط هذه القنابل حتى لا تقع في الكنيسة أو على بيوت المؤمنين حول الكنيسة. شهود العيان كثير لما سمع الأب يعقوب بن تتريتي هذه الشهادة كتبها في رسالة ووجهها للفاتيكان للرئاسة الروحية عنده في 1950 ميلادي، أثبتت عن طريق المجمع على ظهور القديس نيقولاوس في بيت جالا. في التسعينات من القرن السابق اختير الأب يعقوب بن تتريتي أن يكون بطريرك اللاتين في القدس، وعلامة المحبة ما بين الرعية الأرثوذكسية والرعية اللاتينية في بيت جالا طلبت إلى مدينة بيت جالا ذخائر القديس نيقولاوس التي أحضرت خصيصا من مدينة باري الإيطالية، حيث يوجد الرفات القديس نيقولاوس منذ القرن الثاني عشر ميلادي. طبعا احتفالا وتكريما للقديس نيقولاوس سنة 1995 كان وفود كبيرة مع الألحان الجميلة من المجموعة الكشفية الأرثوذكسية البيتاجيلية والكاثوليكية اللاتينية، ووضعت بعد مسير في هذه المدينة في هذا الموقع في كنيسة القديس نيقولاوس، حتى أن المؤمنين الوافدين من كل أنحاء العالم الحج إلى الأرض المقدسة أن يأتوا إلى كنيسة القديس نيقولاوس ويزورون ليس فقط المكان الذي أتى إليه وتنسك فيه وصلى فيه، ولكن أيضا ليزور جثمانه الطاهر في بيت جالا أيضا. في قلب هذه الكنيسة توجد المغارة مقام القديس نيقولاوس مكان التنسك فيه. هذه الكنيسة بنيت على أساس هذه المغارة في القرن الخامس الميلادي من قبل الوفود الرهبانية التي أتت من مصر من غزة، طبعا بعد التنسك العظيم من قبل إلاريون الغزاوي، وبعض الوفود التي أتت أيضا من كابادوكيا. فهنا في القرن الخامس الميلادي بداية القرن السادس الميلادي تأسست كنيسة وحواليها قلايا أو المغر التي أصبحت فيما بعد عبارة عن صومعات، وداخلها كانوا الرهبان في نطاق هذه المنطقة التي سميت الدير أو دير القديس جواريوس الخضر. هذه المغارة اليوم زي ما أنتم شايفين هي عبارة عن غرفة، ليست مغارة، تحولت بسبب البناء الهندسي حتى تحافظ على هيكلتها الداخلية والخارجية لهذه الكنيسة. زي ما نلاحظ أيضا على أرضية المغارة فسيفساء من القرن الخامس الميلادي، والقصارة التي كانت تعمل في ذاك الوقت من الفخار الخالص، هذا دلالة على وجود تاريخ عريق لهذه الكنيسة من القرن الخامس الميلادي، وعدة حروب أدت إلى تهدير أو تهديم هذه الكنيسة وهذا الصرح التاريخي، لكن أجدادنا في القرن السادس 16 ميلادي أعادوها على أساس وجود هذه المغارة وهذه الأثارات، وخاصة هذا النسر البيزنطي الذي وجود منسك لأسقف ميرا ليكية القديس نيقولاوس. بداية القرن العشرين 1923 لما كان في هزة أرضية في بيت جالا تأثرت الكنيسة القديمة، فأهل البلد قاموا على إعادة تجديد الكنيسة وبناء كنيسة جديدة عظيم وكبير وحلوة زي ما انتم شايفين. فأثناء التنقيب لقوا سرداب، السرداب ينتهي إلى مغارة، بتنتهي في مغارة، هاي المغارة عبارة عن مقبرة للرهبان اللي خدمت هذا الدير في القرن السادس الميلادي. زي ما انتم شايفين هي فاضية مدمرة لأنه حسب الحروب اللي مرت فيها هاي المنطقة بيت جالا لا يوجد فيها بقايا رهبان أو بقايا قديسين، ممكن نقلت إلى أماكن أخرى، لكن فحوى هذا المكان أنه تاريخه وروحانيته موجودة فيه. زي ما انتم شايفين عبارة عن أربع أماكن لوضع أجساد الرهبان عليه ما بعد الانتقال إلى السماوات. في كنيسة القديس نيقولاوس في عدة أزمنة في القرن العشرين حاولنا نعمل ترميمات مجملة لهذه الكنيسة
بلشت من الدلف في ظهر أو سطح الكنيسة، في جدران الكنيسة من الرطوبة وبعض الفطريات، وتوصلنا إلى أيضا لترميم كامل زي ما انتم شايفين لهذه الكنيسة. طبعا الكنيسة تفتقد إلى التمويل لهذا العمل، لأنه زي ما انتم عارفين نحن في هذا الوضع في الشرق الأوسط، في وجودنا المسيحي وعدم التكرس للمؤسسات الخارجية لأمورنا الداخلية، فبنحاول احنا بقدر المستطاع نلم تبرعات من أولادنا المغتربين في كل البلاد، أستراليا، تشيلي، أمريكا اللاتينية، حتى من كندا، إنه يقدروا يبلمونا حتى نقدر إحنا نوفي الترميم. زي ما انتم شايفين الحيطان أصبحت سوداء وتفتقد إلى الرسم البيزنطي لهذه الكنيسة، الحجارة أيضا إعادة تأهيل إلها، عملية عمل مرطب للجو اللي هو بنسميه إحنا التدفئة المركزية أو التبريد المركزي، لأنه الكنيسة باردة جدا في الشتاء وكثيرة الحر في الصيف. في هذه الكنيسة دائما وفي هذه البلدة بيت جالة احتفال عظيم يقارن باحتفالات السيدية، لأنه إحنا بنحتفل في شفيع هذه البلد القديس نيقلاوس، أب بيت جالة زي ما احنا بنسميه شفيع بيت جالة. في 19 من كل عام من شهر 12 احنا بنحتفل وندعي سيدنا البطرك حتى يترأس هذا القداس الإلهي بوجود غفر عظيم جدا من الرعية الأرثوذكسية في بيت جالة وغير الأرثوذكسية الذين يؤمنون ويطلبون القديس نيقلاوس الشفاعة، وأيضا الكثير من الحجاج والسواح الذين يأتون من معظم بلدان العالم في هذا الوقت حتى يزوروا أيضا كنيسة قديس نيقلاوس في يوم شفيع هذا القديس. في كل مكان في هذه المدينة بيت جالة في عنا اسم يحمل شفاعة القديس نيقلاوس، في كل بيت كل طفل مولود ذكرا وحتى أنثى تسمى على اسم القديس نيقلاوس، مثلا نيكولا، نيقلاوس، نيكولاس أو نيكول ونيكوليتا، هاي الأسامي المشتقة من القديس نيقلاوس تسمى في كل بيت في بيت جالة وفي منطقة محافظة بيت لحم. يحتفل بعيد القديس نيقلاوس في 19 من شهر كانون الأول من كل عام، ويؤم هذه الكنيسة المئات من الحجاج والزائرين على مدار العام لأخذ بركة شفيع البلد. تحدثنا في مختصر الكلام عن أماكن اللي زارها القديس نيقلاوس والمناكن الذي تنسك فيها القديس نيقلاوس والعجائب الذي عملها القديس نيقلاوس في مدينة بيت جالة، لكن هذا كلام مختصر جدا حتى ما نأخذ كثير من الوقت، لكن بالفعل الكنيسة كثير إلها تاريخ عريق، تاريخ روحاني مرتبط مع هذه الأرض، مع أرض فلسطين، فلسطين التاريخية، فلسطين الإنجيلية وفلسطين الروحانية. ومنشكركم كثير على أنكم أعطيتونا وقت حتى تسمعونا وتشاهدوا هذا البرنامج من نورسات، ونشكر نورسات والقائمين على نورسات في الأردن على زيارتكم المحببة لفلسطين، لأرضكم، وأهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة القديس نيقلاوس بيت جالة.